محمدي مونيا، طبيبة رئيسية المركز الصحي الأنوار. هذا النهار كنتواجدوا بالمحطة التلقيحية رحاب الخير مكناس المنزل. كان تيتوافدوا الناس باش يستافدوا من التلقيح. الحمد لله الناس كيتوافدوا بغزارة، الناس طالبين هذا التلقيح ومتحمسين هذا التلقيح بعد النداء ديال سيدنا الله ينصرو. الناس كلها باغيين يديروا هذا التلقيح، والحمد لله كاين شروط اللي حددتها وزارة الصحة، منها أخذ الحرارة، منها التعقيم، منها التشوير، منها التباعد، منها موضع الكمامة. كيدخلوا هاد الناس كنسجلوهم في واحد لابليكاسيون اللي دارتها وزارة الصحة على هاد الغاية. من بعد كيدوزوا عند الفحص الطبي، تنشوفوا هاد الناس واش يمكن لهم يديروا التلقيح أو لا. إذا كان يمكن لهم التلقيح كنعاودوا نونغوجيستريوهم في واحد الروجيستر وكيدوزوا يديروا التلقيح. ملي تيديروا التلقيح وكيسالوك تتكون واحد المحطه واحده اخرى ديال البوست فاكسينال، كنخليو دوك الناس يرتاحوا واحد شويه ونشوفوا واش ما تكون حتى شي اعراض جانبيه. بطبيعه الحال تنقولوا لهم اذا كانت شي حاله شي اعراض جانبيه او لا حسوا بشي حاجه، تيكون واحد الرقم الاخضر تيعيطوا لي في التليفون، تكون ماكينه استشاره طبيه تيقولوا لهم هاش عندنا هاش كاين هاش كاين. الناس الاطباء كينصحوهم ونوتيفي دوك لي سين لي زيفي سكوندير اللي كاينين باش كنعرفوا هذا لو فاكسان اشنو كيكون فيه. الدكتورة المحمدي مونيا، بصفتكم طبيبة رئيسية في هذا المركز، بغينا آخر كلمة لصوت الصحافة وكلمة أخيرة بالنسبة للكورونا، جائحة الوغ كورونا. الناس في المغرب الحمد لله الوزارات كلهم قايمين بشغالهم، والناس في المغرب يا ريت كلهم 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 يتلقحوا من كبيرهم لصغيرهم في ما تجي الفئة ديال لاش اللي محددة، الناس يتوافدوا يتلقحوا. هذا اللقاح مهم، هو باش غادي نتفاداو وغادي نفوتوا هذه الازمات كورونا ونرجعوا للحياه الطبيعيه ان شاء الله. شكرا للدكتورة مونيا، هذا واجب واسخر سيدي عبد الواحد المراسل الصحفي بجريده صوت صحافه جهه فاس مكناس. شكرا وتحياتي وتقدير لكم.